وهلا حبايبنا، صباحكم خير، صباحكم سعادة، صباحكم أمل وتفاؤل. وقبل أن نبدأ بهذا البلوك الجميل، لا تنسوا أنكم تشتركون بالقناة وتسوون لايك وشير هذا الفيديو بين أحبابكم. ووعد موجود بالمطبخ، ما أدري تعال تجي تسلم عليهم بسرعة بسرعة. لا 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 طبعا. بس هلا حبايبنا، شلونك؟ ايش اخباركم؟ على عيني هلا هلا طبعا اليوم شنو لازم، وين لازم اروح؟ باي ذا واي انا لابسه كعب اليوم، شوفوا صايره اطول من وعد. وين وعد؟ شوفوا الكعب عشان لا تقولوا خبصونا خبصونا. انت اطول من وعد وانت اطول من وعد، خليني انا انزعه عشان تشوفوا. حتى خلاص يلا خلاص يلا. ليش يعني؟ والله خبصونا. انا شوي ارفع روح هسه. لا شوف، لا ما زلت نفس الطول تقريبا. شوف ويا الكعب وانا يا ويا الكعب وبعدني انا اطول منك. يس ها شوف ها يس جود جود. انت فور فيت. قلت لك لان انا ضعيفة وانت سمير فيبين ان انت قصير. بيت صديقتي قبل وبعد البيسف مالتها. عندنا إيلاني، إيلاني قاعد يجي. البيسمنت مالتها قبل لا تسويه، وعلى اساس اني راح اروح اصور لكم اياه قبل يجي العمال، ومع الاسف اجوا العمال هسه وقاعد يبلشون، فخلينا نروح نلحق. قعدنا احنا متاخرين. اي قعدنا اليوم متاخرين. اول مره نقعد الساعه 10. يوميا الساعه 7. لانه ما سمع صوت الاولاد، فقلت يلا بعد ما نسهروا هم. شوف خليني اروح انام شوي. ثلج قاعد ينزل وثلج قاعد ينزل، فخلينا هسه نروح اوريكم البيس مالتها قبل، وان شاء الله بعد راح تشوفونه وشوفوا شنو رايكم بالتقسيمات وكل شيء. شوفوا الثلج قاعد ينزل، ما قاعد يبين بس المهم قاعد ثلج خفيف قاعد ينزل. هاي ركبنا السياره، شوفوا فوق شعري هذا كله ثلج طاح. هاي يوم بدوه. وانا وين وصلنا هنا بيت صديقتي، بس قبل ما نصور لكم البيسمنت تعالوا اوريكم. شوفوا شجره الكريسماس مالتها ايش قد حلوه. نايس اي لايك ات. وانا كلش تعجبني هاي، شوفوا ايش قد حلوات، كلش حلوات. يذكروني بتركيا، تركيا وايد هاي الشغلات موجوده عندهم. خليني اوريكم، شوف الزاويه هاي ايش قد حلوه مسويتها، تخبل. شوفوا 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 كلش حلوه. هاي خلتها على الستاره مالتهم بس ما مبين. شوفوا هاي القعده نايس. شي راح نبلش شنو بالدرج. شوفوا مالتهم الدرج راح تغيرونه. ايه هم راح يغيرونه، وهسه راح ننزل. وهذا البيسمنت مالتهم، اول ما راح ننزل راح تشوفون. ها طبعا بلشوا هم، خلوا حق الحيطان. هذا البيسمنت يجي منا اوكي لهنا، بعدين شنو عندهم هنا هذا المكان على اساس راح يخلونه حمام. هنا هاي راح يسوونها غرفه. شوفوا هنا كانوا المغساله الماء حاطينها، وهذا همه ورا. يعني شفتوا هسه هذا الدرج، انا راح ادخل من ورا الدرج اوكي. هاي من ورا الدرج يعطينا الجهة الثانية. شوفوا هذه الجهة الثانية هنا موجودة. سو فهمتوا؟ هذا هو الدرج اللي نزلت من عنده، جاي مستطيل. عندهم هاي المساحة الكبيرة وهناك المساحة. شوف هاي المساحة ايش كبرها. هنا طبعا هذا مالت التكييف والغاز، هذا الشكل. هم راح يسوون هاي غرفة يسكرونها، هذا هم راح يسكرونه بغرفة اوكي. خليني ارجع لورا عشان تفهمون هذا الشكل. سو هذا الدرج اللي انا اجيت وريتكم هاي الجهه اول شيء، وهسه حاليا هذه الجهه. هذه الجهه راح يسوونها هنا على اساس يحطون المطبخ. سو هاي يسكرونه وين الغاز، وهنا يصير المطبخ ومكان مفتوح مقابل المطبخ، وهنا راح تكون القعده على اساس يسوونها القعده. وهذه الجهه اوكي هاي راح ارجع لكم هنا، هاي راح يسوونها غرفه. هنا الغرفه وهنا الحمام. هاي القعده. ايه وهاي القعده. طبعا لان السقف مالتهم انا نصحتهم بعد انه يسوونه اسود مثلنا، لان اذا يسكرونه هم راح يصير انصى بعد، فراح ينصبغ اسود. يعني كل شيء يحطون الوايرات وكل شيء وراح ينصبغ اسود ويطلع يخبل ان شاء الله. شفتوا هناك اللي ورا، هاي هم راح يسكرونها، راح يصير ووك ان كلوزت، يعني مالت المخزن الملابس. كلش حلوه، يعني راح يصير بيها باب هنا. هنا المطبخ، تخيلوا معانا هسه هنا المطبخ
وهنا الغرفة، وهذا راح يكون مساحة فاضية. هنا ممكن يسوون طاولة طعام مثلا، وهنا القعدة. صراحة حبيت التصميم وايد. هنا هذا ايش راح يسوون؟ راح يغيرونه، قالوا يحطون شيء اصغر وشوية يكون لداخل. هذا راح ينقل بصف الحائط، لان شوفوا ايش قد ماخذ مكان، مكان كثير ماخذ، فراح ينقلون مكانه يسوونه يم الحائط. طبعا جابوا هذا، هذا ال R5 1 inch thickness، هاي انا هم احنا استخدمناه. هذا عازل حراري للبيسمنت، يعني لازم اول شيء انا افضل ان البيسمنت ينصبغ، ينصبغ الووتر بروف، بعدين تخلون هذا بهذا الشكل، بعدين تخلون القواطع. احنا استخدمنا القواطع الحديد او الالومنيوم، هم ان شاء الله راح يستخدمون هذه الخشب. اوكي جاهزين تشوفون بعد؟ يلا مستعدين، خلينا نشوف لنا شغله شنو ناخذ شنو ناخذ. يلا مستعدين تشوفون بعد؟ هاي راح ارميها. 1 2 3. ورجعت لكم حبايبي بعد فتره طويله، بس انتم يمكن دقيقتين ثلاثه بس، لا كانت فتره طويله، ايام طويله، وجيت هسه لبي صديقتي علشان نشوف بعد شنو صار بالبيسمنت. هاي هلو، شلونك؟ ناطرتني يم الباب، شلونك؟ متشوقه كثير طبعا. انه هلا. اوكي حبايبنا، هذا هو الباب المؤدي الى البيسمنت. طبعا هي ورتني الصور والفيديوهات قبل لا اجي، هاي اول مره راح اصور معاكم. يجنن. بسم الله بسم الله، يلا افتح افتح افتح. واو هذا الدرج بالعافيه، هيا نشوف. ريحة، شوف شلون ريحة نظافة. واو تتذكرونه ولا لا؟ تتذكرون الهوسن؟ واو شوفوا شو سووا. اوه فاير بليس، قد حلو صار. تذكرون هذا هنا ورا الدرج اللي كان هنا اكو الفرنس وكل شيء؟ شوفوا شلون سكروه، خلوا هاي المكان هنا، شكد حلو. خلينا ندخل. واو صارت هاي شنو، غرفة؟ شبه بالغرفة. هاي ووك ان كلوزت صارت، سو فيري جود. شوفوا هاي تحت الدرج، هم مسافة والله كلش كبيرة، يعني الواحد يقدر هم هنا يخزن شغلات او يسوي شيء يستغله. وهنا خلينا نشوف الدرج، عاشت ايدكم كلش حلو. ها هذا هنا خليتوا المجاري، الكهرباء، وهنا واو واو خليتوا هنا يم الفرنس الغسالات، كلش حلو، عاشت ايدكم يخبل، كلش حبيته. واو شوف التفاصيل. هنا راح يكون المطبخ، متى راح تجيبونه؟ قريبا قريبا قريبا. وهنا صارت عندنا الصالة، وهنا القسم هذا قسموه اثنين، للحمام والغرفة. خلينا ندخل الحمام، خلينا نشوف الحمام. واو شوفوا طبعا احنا العرب دائما هناك، يعني كله لازم يكون شو يسمونه السقف كله سيراميك، هنا الاجانب لا يسوونه للنص، بس صراحة هيجي احلى وانظف وارتب. واو شوفوا إيلان، إيلاني افتح، أرسلاني هير. اوكي سو هذا هنا الشاور، واو بيرفكت، خلينا نفتحها منا. شوفوا تسووا فيه قاعدة، وهي كلش مهمة. احنا ما سوينا البيسمنت قلنا يا ريت نسوي هيج قاعدة، فقلت لها سوي القاعدة كلش حلوة. هنا سووا الأرضية نايس. واو بايد بايد هوم، سمور ساني قلي باي ذس هوم. اوكي وهنا طبعا كلش مهمه، هنا تحطونها للشاور، وهم احنا سوينا وحده تقريبا طويله، هم قلت لها كثري من عندها لان تستفادون من عندها. وخلوا الشاور بالنص بيرفكت، وخلوا هنا سبوت لايت، وحتى السقف هم خلوا من عنده من هذا الباك سبلاش يسمونه، كلش حلو. وهاي اللي اخترناها سوا، ها هي هاي، شو شلون حلوه، كلش حلوه وانيقه. هاي من هوم ديبو، شوفوا من لوز، يا من لوز سوري. سو هاي هي عباره عن، ترى هذا واحد درج واحد، وهذا درج ثاني هيك صغير. وهذه هاي انا هنا اقول لكم هاي، والبيسمنت يخبل. شوفوا الاضاءه تخبل، من وين هالاضاءه؟ امازون، من امازون، كلش حلوه. وهاي من وين لقيتيها؟ هوم ديبو.
هوم ديبو لان انا قلت لها من تارجت وكان تارجت مخلص مخلصه. شوفوا شلون حلو، والارضيه سوتها اللي هو وود لوك تايل، يعني شكله خشب بس هو مو خشب كلش حلو بالعافيه. هسا نجي للغرفه، هاي الغرفه اللي سووها وصارت اكبر غرفه بالبيت وصارت العركه عليها. ها واو عاشت ايدكم. شوفوا هنا وسووا فيها كلوزت، طبعا هو من الحائط صار في كلوزت هنا اوكي، يعني فصلوها وجابوا باب حق الكلوزت. كلش حلوه يعني الكلوزت كلش حلوه، كبيره الغرفه كبيره. السقف مثل ما شفتوا سوته اسود لان كلش احنا يعني هم نصحناهم وهم هو حلو للبيسمنت انه شوفوا ينصبغ السقف ما يتسكر. ليش؟ لان فوق عندنا حمامات، مطابخ، وايرات كهرباء، اي شيء يصير ترى خشب. هاي شوفوا هاي الارضيه خشب، فكل شيء يطيح تحت او شيء او هاي، فهيك احسن. هاي اولا، وثانيا على مود الارتفاع، صحيح على مود ارتفاع، يعني اذا سكرتوها راح الارتفاع يقل، وهيك وايد حلو. وهاي هنا الاعمده، طبعا احنا سويناها 4x6 مثل ما اسوريكم اذا رجعنا للبيت. نعم ماما يا جو اب، ماما انت جو اب اوكي. هم جابوا هاي فكره كلش حلوه، هم غلفوها، يجي خشب هذا صح ولا شنو، ولا نايلون خشب، ولفوها كلش عجبتني هنا. تعال ما صورت لكم هنا، شوفوا شلون خلوا التفاصيل كلش حلوه اللي هي هذه. يس، وهنا باب شوفوا على مود هاي البايبات وهاي مالت الكهرباء. وشوفوا هم شلون سووا هذا كلش مهم تجيبونه، اللي هو العازل، وبعدها هم كله سووه بالخشب. احنا سويناه مو بالخشب، بالالمنيوم، بس هنا شكلها كلش حلوه وانيقه. هنا تلفزيون يعني مثل راح تخلون ولا شنو؟ لا كلش حلو. تعرفين هنا الاجانب كله يخلون هاي الخشب الكبيره هنا اوكي، ومثلا تحطين لوحه كبيره فوقها وتخلين عليها شيء، هاي لازم تكون موجوده. كلش حلوه. وطبعا شوفوا ما يختلف البيسمنت عن مالتنا، شبابيك ما شاء الله حلوه كبيره وحلوه، وشوفوا التفاصيل اللي فوق قاموا وخلوا هنا بالحواف، نسيت شنو اسمه؟ الاطار على حافه البيسمنت كله، ما شاء الله تبارك الرحمن صار كلش حلو. رايكم كتبوا لنا تحت بالكومنتات شلون التغيير، تغيير جذري الصراحه، وهسه راح يكون تغيير بعد احلى اذا حطت بعد الاثاث والغراض بي. هنا مطبخ ان شاء الله راح يكون، وهنا يعني تكون قاعده كلش حلوه، كلش كلش حلوه. عاشت ايدينكم. وهسه انا وارسلاني وصلنا لنهايه هذا الفيديو، ان شاء الله عجبتوا واستانستوا به، شفتوا قبل وبعد، اخذتوا افكار معينه. وقاعده انا هنا يم هاي احلى احلى مقطع او احلى لقطه موجوده هنا بالبيسمنت، انا صراحه كلش حبيتها كلش حلوه. وايد احب هيك الفاير بليس تكون على الحائط. ها؟ يا ولوني المفضل بعد بنفسجي وحركات، يعني شفتوا شلون؟ اوكي حبايبنا، اذا حبيتوا هذا الفيديو، هل حابين نسوي لكم فيديو ثاني بالجوله بعد الديكور؟
اذا كتبونا تحت بالكومنت وان شاء الله بس تسوي نستعجلها يلا خلصينا يعني بسرعه بسرعه ها على مود تسوي لنا ونسوي لكم ان شاء الله فيديو كلش حلو. كتبونا انتم تحت بالتعليقات شنو رايكم بالتغييرات وشنو اكثر شيء حبيتوا وشنو جت لكم افكار استفدتوا من عندها. اشوفكم على خير بالفيديوهات القادمه ولا تنسوا انكم تشتركون بالقناه وتسوون لايك وسبسكرايب اعتقد هي اشتركوا هي سبسكرايب نفس الشيء وشاركوا الفيديو بين احبابكم ونحبكم. مع السلامه.